إذا نمضي بك في موضوع مشابه وفي ذات الموضوع من الجريدة، نقرأ ارتفاع في أسعار الدولار بسوق الموازية في أول رد فعل لأسعار العملات بالسودان أمس عقب إجازة الموازنة المعدلة للعام الجاري. سجل الجنيه السوداني هبوطا جديدا أمام الدولار الأمريكي، وأكد متعاملون مع الأسواق الموازية أن أسعار الشراء تصاعدت إلى 150 جنيها مقابل الدولار الواحد، فيما بلغ سعر البيع 148 جنيها. يعني 24 ساعة فقط على إجازة الموازنة قفز الدولار إلى هذا الرقم الكبير 150 جنيها بالسوق الموازي. هل فقدت الحكومة السيطرة على سوق العملات بشكل كامل؟ لجان اقتصادية تعمل في هذا الجانب وتهديدات قبل أيام وشهور بأنه لابد من محاربة ومقارعة الدولار. الذي حدث أمس هو أولى الصدمات، بل يمكن تسميته هو أولى التأثيرات لهذه القرارات التي أجازها الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء. أنت تسألني هل فقدت الحكومة السيطرة؟ هي ابتداء منذ أن عومت الجنيه هي تخلت عن مسؤوليتها تجاه قيمة العملة السودانية، وبالتالي تركت الجنيه وقيمته لآليات السوق. ومن بعد ذلك لا تسأل، لأن الحكومة أصلا تريد للسوق هو أن يحدد قيمة العملة، وأنت تعلم في غياب الإنتاج وفي غياب الاحتياطيات من النقد الأجنبي فإن العملة تتهاوى قيمتها يوما بعد يوم. إذن سترتفع أكثر من هذا بحسب ما يتوقع كثير من الخبراء، يعني لا جدال في ذلك. طيب يعني في ذات النقطة، كيف تستطيع الحكومة تنفيذ الموازنة المعدلة في ظل هذا التراجع الكبير يعني للجنيه أمام العملات الأجنبية؟ يعني أصلا هذه الميزانية اعترضتها كثير معترضات ولقتها كثير عقبات. أنت تعلم أن هذه الموازنة كانت محل اختلاف ما بين قوى الحرية والتغيير ومهندسها الأول الوزير المنصرف إبراهيم البدوي. كانت قوى الحرية والتغيير ترفض التحرير ورفع الدعم، فجأة البدوي بخطوة لم تستطع هي أن تقف في مواجهتها أو أن تنتقدها، لأنها كانت تمثل استرضاء لمجموعة العاملين زيادة المرتبات. منذ أن زيدت المرتبات كان البدوي قد وضع الشعب السوداني وحكومته كلها أمام الأمر الواقع أن يمضي في سياسة تحرير الدعم، وبالتالي فإن هذا التحرير الذي وقع ليس هناك من إمكانية للتراجع عنه، ولابد من المضي في خطواته. أنت تعلم واحدة من إشكالاتنا أن حكومة حمدوك كانت تعول على مؤتمر شركاء السودان، وكان البدوي يقول أننا الاقتصاد السوداني لكي ننقذه من وحدته ومن عثراته أننا نحتاج ما بين 5 مليار إلى 10 مليار دولار. وقع الحال أن مؤتمر شركاء السودان عاد بنحو فقط 1.8 مليار دولار، وحتى 1.8 مليار دولار كلها كانت عبارة عن عون إنساني والتزام بدعم نقدي مباشر، وكل العائد النقدي الذي يمكن أن يعود على الحكومة السودانية نحو 600 مليون دولار. كانوا يعولون كذلك على الذهب وصادراته، لكن الآلية الاقتصادية باعتراف رئيسها حميتي أنهم في موضوع صادر الذهب وقعت كثير معوقات وكثير عقبات. صادر السعر الحواني في كل مرة يرتد علينا، ومن ثم نحن أصبحنا كالغريق المكتوف، وقال له ألقاه مكتوفا في اليم ثم قال له إياك إياك أن تبتل بالماء. طيب يعني الحكومة تتجه لرفع السعر الرسمي للدولار إلى 120 جنيها في ظل عدم امتلاكها لاحتياطات النقد بالبنك المركزي، هل من إمكانية للسيطرة على السوق الموازي التي تتحكم الآن في الاقتصاد؟ الحكومة منذ قراراتها التي أصدرتها وتماما ربما المرء على يقين أنها كانت مكره أخاك لا بطل، منذ أن أصدر قرارات هذه وحررت السعر الرسمي من 55 إلى 120 فإن الحكومة تماما قد فقدت السيطرة على سعر العملة الوطنية. إلى أين تتجه إذن؟ مركبنا تمخر عبر موج ربما لا نستطيع مواجهته. ما معنى ذلك؟ ما لما يرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ما لم يتلقى السودان قروضا من البنك الدولي ومن الصناديق العربية، ما لم يتم شطب ديون السودان الخارجية البالغة 60 مليار دولار فإنها الوعسة الاقتصادية.